طيب. اما موضوع الرابعه شويه خل عرجلك ليش ما ردونا خبر؟ لا الحد يعني الحد قبل يومين كانت هنالك مفاوضات بين الاتحاد وشركه الاضواء من اجل منح دوري الدرجه الاولى لقناه الرابعه، لكن يعني تعنت شركه الاضواء وبند من بنود العقد انه الدوري الممتاز وبطوله الكاس ودوري الدرجه الاولى، فاذا تريد الرابعه تنقل الدوري فلازم تقعد وياي واكو حقوق واكو يعني اكو تفاصيل وتفرعات. خلي زين هو بس خلي ما محتاجينكم ثواني زين ثواني زين زين هو نعم ثواني تفضل زين هو وين دوري الدرجه الاولى نقلت الاضواء ما عاد نقله زين انا بس عندي مشكله يعني احنا خسرنا مليون دولار قدمتها الرابعه انا قريت بيان طبعا الاخ غزوان جاسم تسويق نسوي له صوره تحليليه ذكر جمله جدا جميله بالبيان قال انه نقله من دور المظالم الى دور المشاهير زين انا بس مشكلتي هنا انت اليوم بس انت تاخذ مني غرامات زين انت ماكو عقد علي على اضواب انه دائما تنقل الدوره غرامات وهي هاي المشكله زين اكو غرامات وين 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 الموضوع صارت اكو طيب صارت غرامات متقابله اي اثنيناتهم واحد غرام الثاني اثنيناتهم استقروا